هي سلطة هونيا، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما تعرفوا يعني المخزن نظام الورقي، فهمتي، نظام صلب الورق، بل اكثر من هذا نظام كل ورق، فهمتي، اوراق الصحراء، اوراق البوليساريو الجزائر، اوراق الاعداء، الاعداء يعني الوهمين كما تنسميهم. شحال من واحد سولني على مسألة ديال الصحراء وبغى يعرف يعني شنو واقع تما، انا نجيك اخويا بالحقيقه، فهمتي، لا ما تكذبش على راسك وما تعذبش راسك. المخزن هو اصلا ماشي دوله، هو كيان مزيف، فهمتي. دابا حاليا تيحاول يستغل يعني العاطفه ديال العبيد ديالو، وبهاد القضيه ديال الصحراء وحنا القرقرات، تما بعدا غزوه القرقرات كاع خراني بالضحك، اودي خليني ساكت، فهمتي. الوطنية مزيفة، يعني ميمكنش نحنايا نآمنو بهاد الوطنية المزيفة. واش حنا دابا بحال ولينا يعني ورقة في يد المخزن، شحال من واحد تنعرفو مناضل ولا لا، حتى هو مشى مع هاد الزيف ديال المخزن أنه هناك أعداء في الجنوب كدا، يسير بعدا حرس بتهم ليليا، عاد شوف الصحراء، الصحراء ماشي ديالك، ديال مواليا، فهمتيني. وهاد الناس هادو اللي تيحاولو انهم يربطو مصيرهم بمصير يعني بلاد المخزن، اش نقول لكم، فيقوا اعفاكم، راه تضيعو في الوقت. الا ما كانش عندكم عدالة اجتماعية وطن في النزاهة والشفافية، ما تسميوش ديك البلاد بوطن. حتى دابا المغرب راه ماشي دولة، وما استفدتو والو من بلاد المخزن. غير هو بنان باش يفهم يعني شنو تيطرا تما في الصحراء. السيدي اللي تيطرا هو صراع ما بين دولة الامارات والجزائر، كما تنعرفو كاملين بان الجزائر، بان الامارات فتحات يعني واحد قنصلية تما، هو فتحت قنصلية مع نظام الورق المخزني، فهمتيني، نظام صاب من الورق. علاش فتحت سميتو قنصلية؟ لأن الجزائر مبغاتش تدعم الإمارات في الملف الليبي أول حاجة، وبغات تدخل يعني الجزائر في صراع مع تركيا، وما يمكنش، فهمتي. الجزائر رفضت، وبالمقابل فاش رفضت الجزائر ناضت يعني الامارات، ماشي يعني لعيون يعني محمد السادس انها مشات فتحت تما يعني قنصلية، لا بالعكس، الامارات مشات لتما خويا غير يعني باش تنوض يعني الفتنة مع الجزائر، فهمتي. ودابا المخزن داخل في هاد الحرب هادي، ما عاد شحال مخلصة الامارات، شحال عاطيها، فهمتيني، نظرا لأنه لا يتقاسم معها يعني نفس الرؤية فيما يخص يعني الحصار ديال الإمارات السعودية على قطر، ماشي لا يتقاسم معها يعني الرؤية، ولكن فهمتيني، العين باصرة واليد قاصرة، والجزيرة راه كما تعرفوا يعني قوة ناعمة تقدي لي يعني البلبالة، لا دعم يعني السعودية غادي تنوض يعني الجزيرة، تفتح قناة الجزيرة غادي تفتح للمعارضين المغاربة كاملين ودي لي البلبالة، فهمتيني. لذلك المخزن خصو يطريد، خصوصا مع داكشي ديال حصار قطر وكذا، بدا معاه فاش كان يعني الحركة الريفي، والمخزن كان مزير تما مزموط، كان ارى لا خويا يعني نحاول يعني كيما سماها يعني نصالح ما بين الاشياء. المهم هذا موضوع اخر طويل حتى هو وعليه ما عليه، بغيت نقول لكم بان ما يحدث في الصحراء هو يعني واحد الورقة ديال ورقة إماراتية للضغط على الجزائر باش أنها تدعمها في الحرب ديال ليبيا، وباش تدخلها يعني في صراع مع تركيا في ليبيا، وكما تنعرف بأن تركيا تدعم يعني الحكومة الشرعية في ليبيا، والامارات تدعم هذيك الانقلابي حفتر. المهم هادشي اللي طاري تما، دابا الامارات قالت لها ما بغيتش تاميني، غادي نوريك. ناض فتحت يعني سميتو قنصلية تما، المخزن زاد فهمتيني يعني زاد في ضلعة، يعني حس بأنه سخن عليه راسو، ونظام الورق كما تنسميو
قال انا شنو نوض مع موم الحرج، انا دابا لا تهمني الامارات. يعني باش ما نساوش حنا كمغاربه راه الامارات خشات السعوديه في الحرب اليابان، وفاش حماط القضيه رجعت اللور وخلاتها. المهم تحيه سلطه عونيه، ومهم نشوفكم مع فيديو اخر.